اليوم ان شاء الله جبت لكم بطاطا ايطاليه روعه الصراحه. يا سلام، لا المذاق ولا الشكل ولا الرائحه ديالها. قدموها للضيوف ديالكم بوجهكم احمر الصراحه، بمكونات بسيطه بزاف وممكن توجدوها في 5 ديال الدقائق. بطاطا ارخص اثمنه، وكذلك المكونات اللي فيها ما فيهاش شي حاجه، لا لحوم ولا دهون ولا حتى شي حاجه، يعني صحيه 100%. كنتمنى تنال تعجبكم، والا عجبتكم قولوا لي في الكومنتات كي جاتكم. نبداو ان شاء الله على بركه الله بالطريقه والمقادير، ونبداو الوصفه ديالنا. خليكم معايا تعرفوا عليها حتى الاخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم اليوم معايا في قناه نسيمه ويد نور. غادي نديروا هذا النهار ان شاء الله واحد الشكيل واعر ديال البطاطا. انا سبقي قدمت معكم معقودات البطاطا في الفران، قدمت معكم معقودات البطاطا في المقله، قدمت معكم شحال ديال الانواع نتاع البطاطا. دابا هذا النهار ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الطريقه جديده ومختلفه وناجحه 100%، وهي طريقه ايطاليه. الصراحه الوصفه ديالها من طريال، هذاك الشيء علاش قلت انا علاش لا ما نجيبها لكمش ونقربها منكم، وديروها حتى نتوما توجدوها لوليداتكم في الفطور ولا في السحور ولا في الايام العاديه. المهم غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخذ واحد الكاسرونه فيها الماء، غادي نجيب بطاطا. ضروري تكون هذه البطاطا هذه الصغيره، ما تقوليش ناخذ بطاطا كبيره ونقطعوها مربعات. تقدر تجي زوينه وتقدر ما تجيش زوينه، ولكن المهم الشكل اللي هو مضبوط والوصفه الحقيقيه ديال هاد البطاطا تكون بطاطا صغيره. حلاك جبتها مزيان، غسلتها، نقيتها، نضفتها على حقها وطريقها. غادي نديرها هنايا في الماء هكا نيت صحيحه، حبات حبات بحال هكا. وغادي نضيف لها الملحه، وغادي نردها تسلق. صافي رديتها كتسلق. انا عندي هنا في المكونات اللي غادي نحتاج، غادي نحتاج زبده. هاد الوصفه هذه ما فيهاش الزيت، غادي نحتاج الزبده اي نوعيه نتاع الزبده. غادي نحتاج الثومه جوج فصوص، غادي نحتاج الزعتر، غادي نحتاج المعدنوس، غادي نحتاج الملح، الابزار، السودانيه والشاونيه. يعني هاد التوابل كامله اللي وريتكم انا كلهم توفره في الدار، ما كاينش شي حاجه اللي ما كايناش عندنا في الدار. وفي نفس الوقت غادي ناخذ بطبيعه الحال الفرماج الاحمر او الموتزاريلا على حسب النوعيه اللي نتوما عندكم. انا عندي هنا الفرماج موتزاريلا وعندي فرماج احمر مخلطين وحكيتهم. نتوما الا ما توفرش عندكم هاد الانواع نتاع الفرماج ممكن ديروا غير الفرماج الاحمر، وهم ضروري واحد النوعيه، يا هكا يا هكا، عندكم بجوج ديروهم بجوج بهم يكون احسن. صافي هادو هما المكونات اللي عندنا واللي غادي نحتاجو ان شاء الله من بعد ما تسلق البطاطا ديالنا. اذا هاد الوصفه غير اللي ما بغاش يديرها ويستفد منها ويعرف الطريقه ديالها. ما تقولوش انا ما عنديش هادي ولا هادي، يعني هادشي كامل اللي فوق البوطاجي انا كنقول كلشي متوفر في الدار. المهم غنتلاقاو ان شاء الله من بعد البطاطا ديالنا ما تسلق. اذا من بعد البطاطا ديالنا ما تسلقات، غادي ناخذ واحد الكاسرونه، غادي نضيفوا لها الثومه محكوكه تقريبا، المهم جوج سنان في اللي كنت وريت معكم، وريت لكم في القوام. غادي نضيفوا الزبده، ماشي الزيت كي قلت لكم، وغادي نديها فوق البوطه، وغادي نخليو ديك الزبده كتذوب على نار مهيله هي والثومه. انا ما غاديش نضيف الملح، الا لاحظتوا لي ما غاديش ندير الملح لحقاش بطاطا اصلا راني سلقاها انا بالملح بزايد، داكشي علاش غادي نقشي شويه ديال الملح. صافي غادي نخلي هاد الزبده تذوب. جربوا هاد الاكله الايطاليه وردوا عليا الخبر قولوا لي كي جاتكم. صافي غادي نضيف التوابل اللي كتبت لكم، الشاونيه، السودانيه، زعتر، ابزار. نتوما اللي كتبغوا الملح بزايد زيدوا الملحه، انا ما غاديش نزيد لحقاش مسلوقه بالملح. الله يجعلتي بركه. صافي دابا غادي نرمي داك البطاطا ديالنا. ونسيت ما قلت لكمش قبيله منين لحت بطاطا، نسيت ما تقبتهاش بالموس. يعني منين تقشروا بطاطا وتنقيوها غادي تاخذوا وتخشيو فيها الموس، غير شقيقه هنا تهزوا الموس تضربوا به شقه هنا، كل بطاطا تشقوها بالموس، كل حبه ديال البطاطا، غير باش كتساعدوا هاد غير دغيا كطيب، ماشي على شي حاجه، هي راه دغيا كطيب، ولكن الا درتو لها واحد التقيبه يكون احسن. انا صار ديتها كتسلقات تفكرت وهزيت الموس ودرت لهم تقيبات كاملين ديال البطاطا باش دغيا طابوا. صافي انا غادي نخليها تشرب هاد التويمه اللي درنا لها، هاد الشرموله هادي صراحه ريحه الزعتر يا سلام بحال هكا.
صافي غادي نضيف لها دابا المعدنوس بزايد، لحقاش انا عزيز عليا المعدنوس. نتوما الا بغيتو ما تكثروش لا تكثروش. وصافي وهي كتقلى غادي نضيف لها انا الفرماج، ضروري واهم حاجه في هذه الوصفه. اما غاديش نقدر نقول لكم الا ما كانش الفرماج بلاش ما ديروش، ولكن الا كان يكون احسن، لان راه هو اللي كيعطيها التعليكه وهو اللي كيعلكها مزيان، وكتجينا تبارك الله ما يسلم. صافي غادي نغطيها، ضروري الغطاء تغطيوها، خصكم تغطيوها ضروري. علاش تغطيوها؟ باش داك الصهد والبخار ديالها غادي يرجع لهاديك الفرماج وغادي يسيح وغادي يعطينا واحد المنظر جميل للبطاطا ديالنا. مهم خليكم معايا حتى تكملوا معايا الوصفه للاخير. نعريو على المقله. تبارك الله ما شاء الله، بطاطا طالعه رائعه لونا وشكلا ومذاقا. صافي غادي نزيد نخليها واحد شويه تعسل حتى تشرب ديك المريقه كامله ويذوب ديك الفرماج، ونتلاقاو ان شاء الله. صافي البطاطا ديالنا هي تعسلات على حقها وطريقها، والمذاق قلت لكم رائع. الفرماج ريحته عطات، جات معلكه على حقها وطريقها. وداك المعدنوس زينها بزاف، وكذلك حتى الفرماج. المهم هذا هو كان الفيديو ديال اليوم. البطاطا في سوطي تقريبا، هذه راه كتسمى تقريبا بطاطا سوطي، وصحيه 100% لان ما فيها لا دهون ولا حتى شي حاجه، واخا ديك المعلقه ديال الزبده اللي درنا في الاول، ولكن ممكن تصفيوها، ها هي فين بقات في الاخر. ممكن ملي تهزوا البطاطا ديالكم تبقى هي لتحت، وصحيه 100%، وكذلك منكها ومن السمر الزعتر وبجوج انواع تاع الفرماج. نتوما الا بغيتوش ديروا الزعتر ما كتبغيوش تنزلوا عليه، ولا بغيتوش كذلك ديروا حتى الفرماج ممكن ما ديروهش. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، البطاطا سوتي ماركه ايطاليه ووصفه رائعه صراحه. نتوما كطيبوها وكتقولوا يا ربي فوقاش توجد باش نحطوها ناكلوها. المهم هذا هو الطبق ديال اليوم. الى اللقاء، فيديو قادم بحول الله، مع السلامه.